اشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجهود اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنيه المختلفه في الاستجابه المميزه والتعامل الفوري مع الحالات على مستوى المحافظات جاء ذلك خلال متابعه مدبولي تقريرا حول حصاد الجهود المبذوله من قبل اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات خلال النصف الاول من عام 2023 واشار التقرير الى انه تمت الاستجابه خلال الفتره المشار اليها الى نحو 4000 1606 حالات رصدت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي